هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. المزيد من مدينة العريش، ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعني في الصورة لديك، وماذا عن مشهد دخول المساعدات إلى قطاع غزة؟ نعم، تحياتي لك هبة ولكل السادة المشاهدين. لازلنا بالفعل نتابع معكم المسارات المختلفة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. المسار الأول والنقطة الأولى من مطار العريش كما تحدثت، الذي لا زال يواصل استقبال الطائرات من الدول المختلفة لإيصال هذه المساعدات. مطار العريش اليوم استقبل طائرة قطرية على متنها 20 طن من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية، وبذلك يصل عدد الطائرات القطرية إلى 47 طائرة بإجمالي 1500 طن من المساعدات، وبالتالي وصل عدد الرحلات إلى مطار العريش إلى أكثر من 350 رحلة. مطار العريش اليوم أيضا كان على، يعني هناك زيارتين هامتين استقبلهما مطار العريش. الزيارة الأولى للرئيس مجلس الشيوخ الإيطالي الذي توجه إلى ميناء العريش البحري، وهذه نقطة أخرى لتفقد السفينة الإيطالية الموجودة التي تقدم الخدمات الصحية للمصابين. نتحدث عن أن هذه السفينة بها 16 سريرا بالإضافة إلى 8 أسرة في الاستقبال، بالإضافة إلى غرفتي عمليات بوجود 15 طبيبا إيطاليا من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى زيارة أيضا الزيارة الثانية لوزير الخارجية البريطاني الذي أشاد بالجهود المصرية في إيصال المساعدات، وأكد على يعني تعزيز بلاده لهذه المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة. بالإضافة أيضا في مدينة العريش كانت هناك زيارة لوفد من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مع محافظ شمال سيناء، والذين أكدوا على الجهود المصرية وأن لولا دور مصر في هذه إدخال هذه المساعدات لما استطاعت الدول أن ترسل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وبدوره وجه محافظ شمال سيناء للهلال الأحمر المصري بضرورة أن يكون هناك مركز دعم نفسي لتأهيل المصابين الفلسطينيين بعد تلقيهم العلاج. أما على الجانب الآخر، إذا تحدثنا عن معبر رفح الذي لا زال يستقبل كل الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، ارتفع عدد الشاحنات اليوم إلى 146 شاحنة دخلوا بالفعل من معبر رفح، اتجهوا مقسمين على معبري كرم أبو سالم والعوجة، بالإضافة بالطبع إلى عدد 7 سيارات إسعاف. نتحدث عن 4 سيارات قطرية و3 سيارات إسعاف لدولة الكويت دخلوا بالفعل من معبر رفح اليوم، بالإضافة إلى أن المعبر لا زال يستقبل المصابين ومزدوجي الجنسية. المعبر أيضا اليوم استقبل 11 مصابا يتلقون كل الخدمات العلاجية والصحية، ويتم توزيعهم على مستشفيات محافظة شمال سيناء، بالإضافة أنه تم استقبال أيضا 350 من مزدوجي الجنسية. نتحدث عن أن عدد الشاحنات التي دخلت بالفعل إلى معبر رفح حتى اليوم نتحدث عن 5313 شاحنة، 70% من هذه المساعدات هي مساعدات مصرية، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 930 مصابا حتى اليوم، بالإضافة أيضا إلى استقبال أكثر من 17,000 وافد من مزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية. إذن هي جهود مصرية ميسرة لدخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وتقليل المعاناة الإنسانية التي يشهدوها منذ 7 من أكتوبر الماضي. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل، كنت معي من مدينة العريش.